الدكتور فالح فرانسيس الطبيب المرافق والمساعد مال سمير وعلاج احد اللاعبين العراقيين. شكرا للدكتور فالح اللي بذل جهود كبيره في سبيل معالجه اللاعبين وعدم اصابتهم، لان الفريق نزل الى الملعب وهو فريق متكامل فنيا وصحيا واداريا، وهذا الشيء يفخر به. وبسرعه يطلب الدكتور فالح فرانسيس ومساعده سمير يدخلون الملعب. انا دخلت الى النشاط الرياضي وانا شاب صغير في مدينة بغداد عام 1963. بديت اتمرن لعبتي المحببة الكرة الطائرة. الحقيقة دخولي للكرة الطائرة كان بالصدفة، كنا في المدرسة عندي زملائي يلعبون كرة طائرة واحتاجوا لاعب إضافي، وأنا دخلت معهم وشافوا أنه ممكن ألعب كرة طائرة. فيما بعد هذا الكلام في 1963 أنا كنت في المتوسطة، بعدها أسسنا فريق شعبي للكرة الطائرة مثل الفرق الشعبية اللي كانت منتشرة لكرة القدم. احنا أسسنا فريق شعبي لكرة الطائرة واستمر هذا الفريق بالتدريب تحت إشراف مدرب مرحوم توفي قبل حوالي سنتين أو ثلاثة، هو الأستاذ المرحوم عادل الحمد اللي وصل 5 من أعضاء هذا الفريق، اسمه فريق شباب النصر الأهلي، 5 من عندنا وصلوا إلى المنتخب العراقي للكرة الطائرة اللي مثل العراق لسنوات من 69 فما بعد. في 69 انتخبت ضمن المنتخب العراقي ومدربنا كان من الاتحاد السوفيتي أوغايف أوكتاي، واستمريت إلى 74 لأعتزل وأسافر إلى خارج العراق للتخصص. كان في هذا الوقت أنا أدرس في الكلية الطبية وكملت الكلية الطبية في سنة 1971، ولكن تركت الرياضة لمدة سنة بسبب الالتزام بالعمل الطبي في المستشفى، وبعدين رجعت إلى الكرة الطائرة في بغداد ومثلت منتخب شباب العراق في الأسبوع الرياضي العراقي السوفيتي بال73، وفي 74 غادرت بغداد مع زميلي الدكتور مظفر عبد الله الشفيق مدير رئيس اتحاد الكل الطب الرياضي، غادرنا إلى موسكو لنتخصص في مجالي الطب الرياضي الرئيسية اللي هي الفتنس وفحوصات القلب والدوران اللي تخصص بها زميلي دكتور مظفر، وأنا تخصصت في مجال الكسور وإصابات الرياضيين. وبعد ذلك رجعت إلى العراق في 1980 ورجعت إلى الرياضة، ولكن ليس كلاعب وإنما كإداري وكطبيب. استمرت بالعمل الطبي من 1980 إلى سنة 2000 ورافق المنتخبات الوطنية وخاصة بكرة القدم والمنتخبات الأخرى في البطولات، بطولات العربية، بطولات الآسيوية والأولمبية. حضرت دورتين أولمبية، هي دورة موسكو الأولمبية 1980 ودورة برشلونة الأولمبية 1992. في أولمبياد موسكو 1980 وفد كان كبير جدا، ومباريات منتخب كرة القدم كانت في مدينة أخرى في كييف أوكرانيا، لهذا
اضطر إداري الوفد إلى تقسيم المجموعة الطبية اللي احنا كنا أنا ودكتور مظفر. الدكتور مظفر عبد الله شفيق بقى مع الألعاب الأخرى في موسكو اللي هي كانت ملاكمة وألعاب قوى ساحة ميدان مصارعة وأثقال أتصور، وأنا اتجهت إلى كييف مع المنتخب العراقي لكرة القدم. كانت مجموعتنا تضم كوستاريكا ويوغوسلافيا، وفزنا على كوستاريكا في المباراة الأولى وخسرنا مع يوغوسلافيا في المباراة الثانية. كان عليها المباراة مع يوغوسلافيا علامة استفهام كبيرة، الحكم ما كان تصرفه صحيح وظلم الفريق العراقي بالحقيقة. الفريق العراقي كان قمة اللاعبين اللي يعرفهم جمهورنا من ابتداء من الأخ فلاح حسن إلى هادي أحمد إلى علاء أحمد إلى عدنان درجال، فتاح نصيف حسب ما أتذكر، ولاعبين آخرين وحسين سعيد. يعني عدنان درجال وحسين سعيد كانوا شباب ذاك الوقت مع الرعيل الأقدم اللي هو رعيل فلاح حسن والأخوان الأخرى آخرين. كانت بطولة جميلة، وكانت هذه أول تجربة أطلع فيها أرافق المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم. Командою Ираку и чемпионом Олимпиады 76 сборной Немецкой Демократической Республики пройшла у повній суперечності з логікою і футбольною статистикою. Справа в тому, що гравці Іраку били по воротах суперника 17 разів, і всі їхні удари, як і це з найвигіднішого становища, не досягали мети. Tässä käy juuri näin. Tämä seiska on heillä erikoismies näissä vapaapotkuissa ja teki jopa... Ja Mantila! Mantila! Тренер команди Іраку Ясам Хубі. Пенальті, призначене на початку гри, було тим психологічним ударом, який призвів до такої поразки. І все ж у цьому турнірі ми здобули дуже цінний досвід, який допоможе в майбутньому на рівних грати з кращими європейськими командами. في عام 1982 رافقت المنتخبات العراقية المشاركة في البطولة الآسيوية آسيا جيمز في الهند نيو دلهي 1982. هذه بطولة مميزة تبقى في ذاكرتي إلى الآن، لأنه كنت الطبيب الوحيد لوفد متكون من 100 شخص في ألعاب الكرة الطائرة وكرة السلة والمصارعة والملاكمة والساحة والميدان ورفع الأثقال، أتصور والرماية وفي كرة القدم. طبعا المميز بها هو الجهد الكبير اللي وقع علينا الكادر الطبي، كنا أنا فقط ومعالج يساعدني، المعالج كان يساعدني في منتخب مع منتخب كرة القدم. أحرزنا بطولات في ساحة وميدان وميداليات أخرى في الساحة والميدان في المصارعة ورفع الأثقال. الميدالية الرئيسية والمهمة هي ميدالية ذهبية لكرة القدم، لأنه كان الطريق للوصول إلى النهائي صعب جدا، وبالنسبة لي كطبيب كان مملوء بالإصابات والأمراض اللي حثت، وأهمها الإصابة أو المرض الذي حل بالأخ عدنان درجال وهو التهاب الكبد الحاد. اضطرينا أن ندخله إلى المستشفى لمدة 3 أيام وعلاج مستمر، وأنا كنت أكمل شغلي مع الرياضيين المختلفين ومع منتخب كرة القدم بالنهار، وأروح بالليل أبقى ويا عدنان إلى ساعة متأخرة من الليل. الحمد لله قدرنا نعالجه ونخرجه من المستشفى قبل يوم أو يومين من المباراة النهائية. خلالها كان المنتخب استطاع الوصول إلى المباراة النهائية مع الكويت، وهي مباراة تاريخية، فزنا على الكويت بهدف تاريخي لحسين سعيد، وكانت
يعني من اللي ممكن أن تسجل بالتاريخ أن الميداليات قدمتها رئيسة الوزراء الهندية أنديرا غاندي في ذلك الوقت، وهذا يسجل للتاريخ. الدورة في آسيا هي البطولة الأولى اللي أرافق المنتخب الوطني ويكون بها عم بابا هو رئيس الوفد. الحقيقة هذه كانت تجربة كبيرة لأن تعرفت على شخصية عم بابا عن قرب، يعني وليس احنا كنا شباب ونتفرج عليه وهو لاعب، كنا نسمع عليه أنه هو مدرب قدير، ولكن التقرب إلى المرحوم عم بابا كانت فالتجربة كبيرة بالنسبة إلي، لأنه عرفت في شخصيته كثير من المزايا، أهمها الوطنية وحب العراق بشكل لا يوصف، أهمها محبة للاعبين وقساوته عليهم، ولكن اللاعبين كانوا يعرفون أنه هذا الشخص المدرب اللي يدربهم وقاسي عليهم هو القساوة مالته تأتي من حبه لهم وحبه لكرة القدم وحبه للعراق، ولهذا كانوا يحبوهم أيضا، ولو يشكون من عنده يجون يمي يشكون على المدرب عمو بابا، ولكن أعرف أنهم في الداخل يحبوه ويحترموه العمو بابا. وبالفعل استطاع أنه يهزم الفرق كلها ويصعد إلى النهائي ويأخذ البطولة الصعبة، بالفعل كانت صعبة خاصة مباراة النهائية مع الفريق الكويتي القوي. هو اللي الحقيقة جاد وسعيد أن ينقل وقائع أحداث هذه المباراة والأشقاء العرب ينافسون بعض، يعني النقل بده يصير الآن بين العرب، لا غريبة بينهم. عدنان درجال من حرصة واندفاعه سقط خارج حدود الملعب، وهذا أيوب أديشو أحد اللاعبين ساقط على الأرض من الفريق العراقي على ما أعتقد، ويطلب من الطبيب المرافق والمساعد ماله للدخول للعلاج. أعتقد أيوب أديشو أغلب الظن، دكتور فالح فرانسيس الطبيب المرافق والمساعد ماله سمير وعلاج احد اللاعبين العراقيين. ضربة مرمى في 16 من العراق راح يلعب فيصل عزيز وراح يطلع رقم 7 عماد جاسم، وهذا عمو بابا مدرب الفريق العراقي. تلعب كريم علاوي لحسين سعيد خطره وقول خطره مدافع الكويت مر من محبوب ومن جمال عبوب، وأثناء خروج جاسم بهمن نجح حسين سعيد من تسجيل إصابة العراق الأولى. في تغيير أيضا للفريق العراقي، أسامة نوري يلعب مكان ناطق هاشم. يصفر الحكم الياباني توشي كازو معلن عن انتهاء هذه المباراة بفوز الفريق العراقي على منتخب الكويت الوطني بنتيجة 1-0. سجل الهدف بالدقيقة 36 اللاعب حسين سعيد، دقيقة 36 من الشوط الثاني، وبهذا الفوز
يحصل الفريق العراقي ولأول مرة في تاريخ مشاركته في الدورات الآسيوية على الميدالية الذهبية، وأيضا يحصل الفريق الكويتي وأيضا لأول مرة في تاريخ المشاركة على الميدالية الفضية، ثم منتخب المملكة العربية السعودية اللي يحصل على الميدالية البرونزية. بالنسبة لبطولات الخليج، أنا رافقت المنتخب الوطني العراقي في بطولة واحدة، هي بطولة عمان. هي الحقيقة كانت في عام 1984 قبل تصفية لوس أنجلوس بالضبط، وليس 83. ويعني هذه البطولة كانت أيضا تجربة جديدة بالنسبة لي بعد بطولة آسيا. السبب أنه أنا لأول مرة أحس أنه العراق أو المسؤولين الرياضيين في العراق ما موفين حق اللاعبين بهالطريقة، أقدر أقولها. لأنه عندما وصلنا إلى الفندق في عمان، أتذكرها هذه لحد الآن، وطلب الأستاذ عمو بابا المرحوم عمو بابا أن نتدرب، أخذونا على أربع ملاعب، واحد من أربع ملاعب تدريب لغرض التدريب فقط، عملوها مخصصا لبطولة الخليج. وعندما نزل اللاعبون إلى من الحافلة إلى أرضية الملعب وبدأوا يتحسسون الأرضية الجميلة الخضراء، يعني سألتهم قلت لهم شو ما شايفين يعني نجيل أو ثيل أخضر وحلو مرتب؟ قالوا لا. قلت لهم كيف يعني بالعراق هذا كلية ما عندنا هيك ملعب؟ قالوا ما عندنا هيك ملعب، وإذا ما متعرف على الملاعب العراقية من نرجع ممكن تجي للأندية العراقية. فحسيت بالغبن الكبير اللي يعاني منه اللاعبين بالنسبة للمنشآت الرياضية العراقية. في أيضا في بطولة الخليج في 84 استطعنا أن نصل إلى النهائيات بعد فوزنا الرهيب على السعودية 4-0. كان المدرب في المنتخب السعودي هو المدرب البرازيلي زاغالو. طبعا هذه المباراة أيضا خلتني أعرف عمو بابا أكثر عمقا، هو كان مدرب المنتخب العراقي، لأنه بعد المباراة حصلت فوضى لأن الجمهور السعودي حاول يعتدي على زاغالو، واضطر زاغالو أن يهرب من اللاعبين نفسهم ومن الجمهور. وكان المنتخب العراقي في طريقه إلى الخروج في الحافلة، والمرافقين مالتنا خبروا عمو بابا أنه زاغالو بده يتعرض إلى مشكلة اعتداء، فقال خبروا زاغالو أن يصعد معنا، وصعد زاغالو معنا، وكان في لقاء رهيب كبير وعميق بين المدربين، الفائز 4-0 العراقي والمنهزم 4-0 السعودي البرازيلي. الحقيقة كانت نظرات، لم يتكلموا أي كلام، ولكن نظرات كانت عميقة جدا. أنا كنت ألاحظها، المنكسر زاغالو والمنتصر البطل عمو بابا. كانت لحظات قاسية على زاغالو. أعتقد عبد الجواد تروح لي العلاوي بالعرض الملعب ويصوب تحت المرمى، وهدف من بعيد، تصويبة ناظم شاكر لقلبة تقدم وسط الهجمة، يتصلح لكورة بعرض الملعب ولا يتوانى في إيداعها عرضية عنيفة، مسجل ناظم شاكر بجنبة السرور وبصوب يساره كان المطلق متقدم وتخش كريم علاوي. ماشي كريم علاوي، تعمل جواد تروح لكريم علاوي تاني، بيجي معاه جواد وبيعكسها بالعرض لحسين سعيد، انفرد المركز سعيد في المرمى، جول انفرد المرمى حسين سعيد ويحطها في الهدف، ويسجل بعد 26 دقيقة العراق هدفه الثالث. نتيجة كورة اتلعبت من كريم علاوي بالعرض لحسين سعيد. كريم علاوي، كريم علاوي بالعرض واندفع فيها حسين سعيد ويحطها في المرمى. حارس محمد في هالبطولة نفسها بعد أن وصلنا إلى النهائيات مع قطر، في التدريب الأخير قبل المباراة النهائية حدثت
إصابة شديدة للاعب القدير أحمد راضي هداف الفريق، لأنه الأخ عمو بابا طلب منهم أن يتدربوا على ضربات الجزاء لأن احتمال تنتهي المباراة بالتعادل، وبالفعل انتهت بالتعادل. فبالتدريب على ضربات الجزاء بالعشر دقائق الأخيرة من التدريب بالصدفة الأخ أحمد ضرب مكان ما يضرب الكرة، ضرب الأرض وصار التواء شديد في ركبته بحيث حدث ما يسمى بقفل الركبة، انحشر الغضروف بين العظمين. عندما رجعنا الفندق سألني عمو بابا قال لي كيف أحمد، هل ممكن أن يلعب؟ أنا ما راح أحط اسمه في التشكيلة غدا لأنه ما أعتقد يقدر يلعب. أنا قلت له لا تستعجل بوضع التشكيلة النهائية، راح أعالج أحمد وأنطيك خبر في المساء بعد العشاء. الحقيقة رحت إلى أحمد وبالفعل كان مقفول المفصل مالته، واضطرت أن أعمل له شبه ما يسمى بعملية صغرى بتخدير المفصل بالتخدير الموضعي وعمل مانيبوليشن خاص، يعني تحريك خاص لمفصل الركبة، واستطعت أن أفرد الركبة أنهي القفل. طبعا هذه هي المرحلة الأولى من العلاج لأنه قد يحدث تورم ونزف داخلي، فاستعملنا الثلج إلى حوالي 3-4 ساعات، وثاني يوم في الصباح الحمد لله عند فحص الركبة كانت تقريبا يعني مستوفية شروط التدريب أو اللعب أو المشاركة في المباراة. بالفعل شارك أحمد راضي في المباراة النهائية بصورة انتهت المباراة بالتعادل، ضربات الجزاء المحيرة لأنه اثنين من اللاعبين لم يستطيعوا التهديف، ثم بعد ذلك اثنين من القطريين أيضا لم يستطيعوا التهديف، وبقينا ضربة بضربة وانتهت بفوزنا بالهدف الأخير لناطق المرحوم ناطق هاشم. هذا لاعب آخر من الفريق العراقي يشكو من سقوط على الأرض ومن الإعثار اللي حصل له، وبسرعة يطلب دكتور صالح فرانسيس ومساعدة سمير يدخلون الملعب. شوف هاي عادة ضربة قوية الخليل، ضربة قوية الخليل، هو بليشي متعور من مباراة سابقة أحمد راضي أعتقد، لأنه هو البارحة بالتمرين تعور والتوى تساقة وانبذل مجهود طبي جيد. اللي عنده لياقة أزيد هو اللي يصمد بالملعب لأنه هذا الوقت الإضافي مو سهل، نصف ساعة وهي الكرة اللعبت للجهة الثانية مقطوعة بالرأس وضربة من بعيد العداد، جول أدنان درجال، أدنان درجال بطل، عدنان درجال يسجل الهدف الأول لصالح الفريق العراقي من ضربة رائعة من خارج المجال. عدنان درجال البطل، وهي كرة ملعوبة، شوف راجع للخلف مقطوعة، وعدنان درجال بضربة رائعة يسجل الهدف الأول لصالح الفريق العراقي. تلعب الرمية الجانبية ترجع للفريق القطري، وحكم المباراة يعطي ضربة جزاء على الفريق العراقي، حكم المباراة يعطي ضربة جزاء على الفريق العراقي، يعني هذه ألف إعثار من هذا النوع. يتقدم منصور وحكم المباراة يبعد اللاعبين على الجانبين وفتاح ومنصور ويسجل الهدف في التعادل لصالح الفريق القطري. قلوبنا وياك أبو علي. حسين سعيد يتقدم ويصدها للكرة، كرة أول كرة تنصد من محمد وفا، فتاح مصيف وعيسى أحمد وفتاح، ويسجل منها الهدف الأول لصالح الفريق القطري. كريم علاوي يتقدم ويسجل هدف للعراق. سلطان جمعان، سلطان يتقدم
وبالاوت بالاوت تروح الى الخارج. تعادلوا الفريقين ايضا بضياع الفرص. عدنان درجال وتنفيذ ضربة الجزاء. عدنان درجال وتنفيذ ضربة الجزاء ويسجل منها. عدنان تضرب بالعارضة وترجع. منصور مفتاح مهدف ناجح. مهدف ناجح منصور كنا متأمنين بعدنان. وممتازة ممتازة. فتاح نصيف ايضا يمسك كرة. فتاح نصيف ايضا يمسك كرة. ممتازة فتاح نصيف ايضا يمسك كرة. الان التعادل ساري المفعول. لا 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 مراقب الخط. لا لا هذه مو منصفة. مو منصفة ابدا اذا عادها. منصور مفتاح يتقدم لتنفيذ ضربة جزاء ثانية. يتقدم ويسجل هدف. طبعا يضرب مرتين لما يطلع جول. ناظم بدنا نشوف. ناظم يتقدم. هاي هاي وراحت انتهت. ناظم لعبها مستعجلة. يضرب الضربة الأخيرة هذه خطر. مبارك عنبر ويصدها فتاح نصيف. يصد الكرة فتاح نصيف وهذا حارس محمد. يتقدم حارس ويسجل هدف للفريق العراقي. ممتاز حارس. باقي لنا هذا الشانس الأخير والمحاولة الأخيرة لعادل مال الله. عادل مال الله لاعب جيد ومن اللاعبين الأساسيين بتشكيلة الفريق القطري ويتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء. يتقدم يتقدم عادل يتقدم وبالعمود بالعمود رجعت أمان الفريق العراقي ثانية. محمد وفا أيضا من الحراس الجيدين اللي ينتبه هواية ويتقدم ناطق يتقدم وبالجول بالجول ويتقدم محمد إدهام لتنفيذ ضربة الجزاء. يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء. يتقدم بالاوت وفاز الفريق العراقي. أعزائي المشاهدين أعزائي المشاهدين فاز الفريق العراقي ببطولة كأس الخليج العربي السابعة بكرة القدم. ثم تصفيات أولمبياد لوس أنجلوس كان عمو بابا المدرب فيها وجميع يتذكر الهدف التاريخي لعدنان درجال على كوريا الجنوبية اللي أهل المنتخب العراقي لبطولة كرة القدم في أولمبياد 94 لوس أنجلوس 84 للوس أنجلوس. والنتيجة ما زالت بشوط الأولاني بين كوريا الجنوبية ومن سيصل في المحطة الأخيرة. وهذا الجهاز العراقي أو كرة اللعبة طويلة ترجع وشارك بيد حارس المرمى. ترجع له مرة ثانية جوسن هو ديك ليونج. درجال بلمها وبيهدي درجال. كرة معه بتقدم فيها درجال. لعب الحسين سعيد بيحاول يمر. لعب الحسين سعيد درجال. ترجع لي مين عبد الحاول شوت. يا الله اكبر. الله حلوه درجال. درجال حلوه 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 من كره ماخوذه. شوف 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 درجال شوف درجال شوف حصل صاروخ حلوه. شوف جول. فعلا العراقيين انه قبل الجول هدف. ما تزال نجي لحد الان واحد العراق كوري لا شيء. ناطق هاشم كرة مع درجال وبشوت. توصل الى ناطق هاشم وبشوت. الله في تغيير. احمد راضي يشارك المباراة في فاول. عدنان حمد. عدنان حمد ايضا نادي الزوراء. ظهر طلع وفي لاعب ايضا عراقي. والخمس دقائق الاخيره من زمن الشوط الثاني من المباراه. بين سعيد لا انذار مش بين سعيد لا رميض منير
حميد منير، حميد منير ياخذ انذار، انذار حميد منير يقوم بالسلامه بدل عماد، وفي لاعب عراقي حيجي بالسلامه صار نطه مع بعض، وفي غير السين الفريق العراقي لأن مصاب بالسلامة، وعمو بابا المدرب شايف على الخط من الخارج، والخمس دقائق الأخيرة من المباراة المثيرة أيضا في هذا اليوم الأحد، في نهاية من سيصل هذا مدرب الفريق الكوري أيضا على الخط، من سيصل لوس أنجلوس في الخمس دقائق الأخيرة هذه اللي أنا أقولها من الآن. الظهر نصيب براسه ويعمل العلاج اللازم، دكتور بالسلامة، تحمل تحمل احمل صوابك لأدريان إجباجية، عمل العراق إن شاء الله وارد، شوف المدرب يقول اضغط اضغط، إشارته بتدي هذا المعنى اضغط اضغط، يلا يا أولاد يلا شباب، في تقريبا ثلاث دقائق متأخرة المباراة لحد الآن. هاي العلاوي مقشر هذا الظاهر مقشر، برافو، أربعة كان وصفر، حكم المباراة فار، حكم المباراة كريستوفر من استراليا معلن نهاية المباراة، ونهنئ الفريق العراقي بفوزه في المباراة، ونهني كل الإداريين وكل الإداريين العراقيين بوصول ثلاث فرق عربية إلى لوس أنجلوس، وبهذا يكون وصلت طائرة العراق من سنغافورة بتغير محطة من بغداد، بغداد لوس أنجلوس، واصلين في المحطة الأخيرة. عدنان درجال يستاهل، يستاهل عدنان درجال، استطاع الفريق العراقي الشقيق انه فعلا يصل للمباراة ويفوز، وهذا عمو بابا مدرب الفريق العراقي يحمل ايضا على اكتف اللاعبين، ويستحقون نهني جميعا الفريق العراقي بطل كأس الخليج العربية السابعة وبطل آسيا الفريق العراقي في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة، وأيضا الذي وصل والمرة الثانية يمثل أولمبيات العرب. نحن معكم جميعا وكل الوفود العربية معكم جميعا في لوس أنجلوس إن شاء الله. وبعد ذلك رافقت المنتخب في أهم بطولة دولية وهي تصفيات كأس العالم 86 اللي وصل بها المنتخب العراقي إلى القمة وتأهل إلى بطولة المكسيك 1986 في بكرة القدم، وهي المرة الأولى في التاريخ يصل فيها منتخب العراق إلى بطولة كأس العالم. بعد ذلك تركت المنتخبات، ولكني عفو دكتور أنت ما تواجدت بالنهائيات، لا من السبب ما أقدر أجاوب عليه. احتياط الفريق العراقي لمباراة اليوم والكادر التدريبي والطبي إلى خليل محمد علاوي، الكرة في الوسط، خليل في جهة اليمين، مدافع اليمين خليل محمد علاوي إلى حارس محمد، حارس يضرب من بعيد وينسك حارس المرمى، أحمد، أحمد يطلع يضرب وينسك حارس المرمى، صفر الحكم، وكرة عالية ويبدأ بعده، ضربة ممتازة برأس المدافع وتروح حارس، حارس إلى شاكر محمود، إلى غانم عربي الصاعد في منتصف ملعب الفريق السوري، إلى علي حسين ممتازة، وعلي يطلع، علي يبرز، الله، ضربة بديعة جدا من علي، لازم تثمر هذه الهجمات عن شيء ما معقوله، حسين ممتازة يطلع لعلي حسين داخل منطقة الجزاء، جول لمنتخبنا الوطني، جول بديع، جول بديع، الفريق العراقي سجل الهدف الأول
فريقنا الوطني يسجل الهدف الأول. حسين سعيد من جانبي لمنتخبنا الوطني واحتياطي الفريق العراقي، والفريقنا الوطني متقدم بهدف واحد. راح يصعد غانم، غانم متدرب عليها، غانم راح يحول إلى حارس إلى باسل جورجي تبرع من فوق العارضة. خليل محمد علاوي، حسين سعيد يتركها إلى باسل جورجي، باسل باسل ممتازة إلى حارس، حارس يدعوة البعيد يضرب البعيد، جول جول جول. شاكر يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني، شاكر شاكر يسجل الهدف الثاني لمنتخبنا الوطني في الدقيقة الثالثة من المباراة، شاكر يسجل الهدف الثاني. ضربة جزاء، لعبة الكرة ويسجل هدف سوريا الأول. النتيجة الآن هدفين للعراق مقابل هدف لسوريا. وخليل وعدنان درجان، ويا إلى خليل محمد علاوي يضرب. جول خليل محمد علاوي 40 مرة مسويها، جول لمنتخبنا الوطني الرادم، جول هادي، جول جول للعراق العظيم، جول. الهدف الثالث يسجله خليل علاوي. ثق مشاهدي الكرام ومستمعيني، 40 مرة مسويها هذا الفاول بالتمرين. وراح يجري تبديل في الفريق العراقي، شاهد ناطق هاشم يجري حماء. فريقنا دي شوف هذا ناطق هاشم يسوي حماه لانسيته معاه، هو تبديل راح يطلع شاكر، راح يطلع شاكر وتبديل في الفريق السوري ايضا. نصف دقيقة فقط تفصلنا عن كأس العالم اعزائي المشاهدين، يمكن نصف الحكم، الحكم يزيد طبعا صار توقف، وضربة فاول لمنتخبنا الوطني، ضربة فاول لمنتخبنا الوطني، واحنا 50 ثانية والعراق متقدم 3-1. واللعبة الكرة واحدين ضربة رأس يبعثها حارس المرمى، لكن احتسبها الحكم، احتسبها الحكم، وصفر الحكم معلن انتهاء المباراة. مبروك للعراق العظيم. أنا بقيت مع المنتخب العراقي لكرة القدم إلى سنة 2000 رافقهم، ولكن أهم البطولات في التسعينات اللي رافقت بها المنتخب هي تصفيات كأس العالم في 93 اللي كانت في الأردن المرحلة الأولى، ثم في الصين المرحلة الثانية، وفي قطر المرحلة الثالثة. في الأردن كان المدرب طبعا عدنان درجال وأيوب أوديشة، وهم أصغر مدربي منتخب وطني عراقي في تاريخ الكرة العراقية، لكن يعني هم اعتزلوا اللعب ورأسا تكلفوا بقيادة المنتخب، والحقيقة كان تدريبهم تدريب يعني علمي جدا ومريح للاعبين، وحتى بالنسبة لي من الناحية الطبية كان اكو تعاون مباشر مع المدربين اثنيناتهم. في الأردن كان يرافقهم الدكتور سمير سعد الله زميلي، واستطاعوا أن يفوزون يعني بجمعوا أعلى نقاط، فكانوا الأول بالمرحلة الأولى من التصفيات. في المرحلة الثانية أصيب زميلي بوعكة طبية في القلب، وتحولت المرافقة إلي، أنا رحت معهم إلى الصين، و كانت مباريات شديدة وقوية، وخاصة المباراة الأخيرة مع الصين ولو خسرناها 2-1، ولكن ترشحنا البطولة النهائية للتصفيات النهائية في قطر. في قطر 10 فرق جت من 10 مجاميع وتتصفى في قطر في المباراة الأولى والمهمة والتاريخية أيضا ولكن المحزنة. خسر المنتخب العراقي 3-2 مع كوريا الشمالية بعد أن كنا متقدمين 2-0، عراق 2 كوريا 0 في الشوط الأول. حدثت مشكلة إصابة وتغيير لاعبين وخسر المنتخب 3-2، مما أدى إلى صدور قرار مباشر من بغداد من اللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم العراقي بتنحية المدربين عدنان وأيوب وإقالتهم وإرسال
فريق جديد من المدربين يترأس المرحوم عمو بابا مع يحيى علوان وأكرم سلمان. يسيطر عليها أحمد علاء. علاء يضرب الهدف الأول. علاء كاظم يسجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية من المباراة. منطقة الجزاء إلى أحمد راضي. أحمد راضي يحول كرة من الجهة وضربة رائعة والهدف الثاني. الهدف الثاني فاعلية رمي التماس داخل منطقة الجزاء يسيطر عليها تشو يونغ ويعيد لكيم كوانغ يرفع مباشرة الكرة في المرمى. هدف أول لمنتخب كوريا الشمالية. تشو إن تشيل الذي ينقل الكرة إلى الوسط تصل مباشرة إلى كيم يونغ يدخل منطقة الجزاء كرة عائدة إلى تشو إن تشيل مرفوعة داخل المنطقة. يعني وصول الكادر التدريب الجديد برئاسة عمو بابا غير البطولة كلها وغير نفسيات اللاعبين العراقيين والفريق العراقي بصورة عامة. النتائج تحسنت ولكن هذا بالحقيقة لم يشفع إلى المنتخب العراقي للصعود إلى بطولة كأس العالم في أمريكا. واحدة من الملاحظات المهمة أنه عمو بابا في المؤتمرات الصحفية كان نجم كبير بلغته الإنجليزية القوية وطريقة أسلوب السرد الجميل اللي كان يسرده ويتكلم به مع الصحفيين المختلفين سواء في المؤتمرات الرسمية اللي تعقب المباريات أو في اللقاءات المباشرة. في المباراة النهائية استطاع العراق أن يغير النتيجة النهائية للفرق اللي صعدت إلى كأس العالم عندما تعادل مع اليابان في اللحظة الأخيرة 2-2 مما أدى إلى خسارة اليابان وعدم صعودها إلى كأس العالم. وفي المباراة المرافقة بنفس الوقت كانت كوريا فازت وصعدت. تعادل العراق مع اليابان سمح لكوريا الجنوبية أن تصعد إلى كأس العالم في هذه البطولة المهمة. ينقلها للأمام تهيئة طويلة وخطير المنتخب العراقي الهدف الأول. المهاجمين هذه محاولة أيضا عراقية ولكن تنقطع يشيل المدافع تهيئة هدف الشعاب لصالح المنتخب العراقي. استمرار أحمد راضي كمهاجم متقدم يضع تحت رقابة لا يستطيع الفكاك منها. أحمد راضي يستلم الكرة ويدخل منطقة الجزاء ويضع الكرة في المرمى ويسجل الهدف الأول لمنتخب العراق. سعد قيس سعد يتقدم على مشارف منطقة الجزاء ينقل كرة سهلة لأحمد راضي الذي يسجل من جديد الهدف الثاني أو على كافر. قم أيها الأعزاء بصدد المباراة العاشرة في التصفيات النهائية الأسيوية لبطولة كأس العالم. أضعف من الوسط العراقي لكن طبعا هذا لا يضعف من الأمال العراقية وهذا ليس حسين يرفع كرة خطيرة جدا رأسية والكرة في المرمى ولكن هناك راية وإلغاء الهدف للحكم. كل الأمام لمنذر خلاف للمنتخب العراقي مرفوع إلى داخل منطقة الجزاء. أحمد راضي يستقبلها في موقع مناسب جدا كرة إلى الوراء سليم حسين من جديد يرفع كرة داخل منطقة الجزاء رأسية في المرمى. هدف ثاني لمنتخب العراق في الدقيقة الأخيرة في الوقت بدل الضائع. ينجح المنتخب العراقي في إحراز هدف التعادل. الحكم دمرنا. التحكيم غير موفق مع الأسف الشديد. هذول مو حكام جابوا لنا اياهم للأسف الشديد. يعني الملاحظ أنه يعني كانت إنه ثقة كبيرة في التحكيم الأوروبي. يعني حتى احنا كنا نشكو من حكام آسيا ولكن الآن بدأنا نشكو من الحكام الأوروبيين بشكل واضح. يعني حكم مباراة اليوم وحكام المباريات بصورة واضحة يعني لم يكونوا بمستوى تحكيم البطولات الأوروبية اللي شاهدناها ولا بمستوى تحكيم مباريات كأس العالم. يعني قد يكون هناك وأنا هذا بدون شك أقوله توجيه لاستبعاد الفريق العراقي بطريقة مؤدبة بطريقة يعني أخرج الكارت الأصفر أخرج الكارت الأحمر ألغي الهدف كونه تسلل. هذه الأمور اللي جعلت من الموقف العراقي في موضع صعب.
مسيرتي اللي الجانبية والمهمة جدا واللي كانت مرافقة لمسيرة الطب الرياضي العلاجي ومرافقة المنتخبات الوطنية المختلفة هي نشاطي في الكرة الطائرة، لعبتي المحببة واللي كنت بيها كابتن منتخب العراق بالستينات وبداية السبعينات. عند رجوعي من التخصص في 1980 دخلت إلى الجانب الإداري والطبي الرسمي في المحافل العربية والآسيوية والدولية، فكلفت بمنصب رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد العربي للكرة الطائرة، رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة، وبذلك مثلت آسيا في اللجنة الطبية للاتحاد الدولي، كنت عضو في اللجنة الطبية للاتحاد الدولي في الثمانينات كليتها إلى نهاية التسعينات عندما صار الحظر الرياضي على العراق بعد مشكلة الكويت. ما عدا هذا داخليا صرت مرتين رئيس للاتحاد العراقي للكرة الطائرة في 1989. استطعنا أن نسوي مشروع مهم جدا لمدة سنة، بقيت رئيس الاتحاد، استطعنا أن نعمل مشروع مهم جدا هو مشروع معسكر طوال القامة. اختارينا حوالي 20 لاعب من طوال القامة، أرسلنا كشافين إلى منتخب المحافظات في العراق وجمعونا 20 لاعب من بغداد وديالة والحلة والبصرة والأربيل والسليمانية. المهم كانوا تجمع مهم جدا، اللجنة الأولمبية كلفت بالمصاريف المعسكر، وهذا اللاعبين اللي خرجوا وتخرجوا من هذا المعسكر اللي كان مدى حوالي 6 أشهر مثلوا العراق في منتخبات العراق للتسعينيات كليتها. فمشروع صغير ولكن خطط له بطريقة علمية بسيطة، ولكن كنا ننظر إلى المستقبل وبالفعل نجحنا في أن نضخ لاعبين مثلوا العراق لمدة 10 سنوات التالية. التجربة الأخيرة اللي خضتها كانت بعد 2003، كنت نائب رئيس اللجنة الأولمبية في أول لجنة أولمبية تم انتخابها في سنة 2004 في دوكان في السليمانية برئاسة الأخ أحمد السامرائي أحمد الحجية، وعضوية مجلس إدارة كان تم انتخابهم بطريقة ديمقراطية، ولكن كانوا كلهم بمستوى المسؤولية ومستوى العلمي الجيد، أكثرنا كان خريجين جامعات كليات بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، وأنا كطبيب معهم، وكلهم نجوم رياضيين في مختلف الألعاب. رئيس اللجنة الأولمبية كان أحمد السامرائي كرة سلة كابتن منتخب العراق، النائب الأول الأخ حسين سعيد ماجستير ومنتخب العراق بكرة القدم، النائب الثاني هو الأخ بشار مصطفى ملاكم، الثالث هو المتكلم أنا دكتور فالح فرانسيس، الأمين العام الأستاذ الدكتور عامر جبار، في الأمين المالي الأخ أحمد توفيق أيضا دكتوراه بالجمناستيك. فكانت هيئة إدارية يعني عالية المستوى علميا. فكرنا بدينا نفكر بالتخطيط للمستقبل، ومن ضمن المشاريع اللي عملناها وأنا كنت المشرف الأول عليها هو مشروع مدرسة البطل الأولمبي اللي حطينا وضعنا الخطوط الرئيسية مالته إلى المستقبل للحصول على لاعبين أبطال أولمبيين وبنفس الوقت مثقفين. نأخذ الطفل بعمر 6 سنوات ونشتغل عليه 3 دورات أولمبية، يعني كل دورة أولمبية 4 سنين يعني لمدة 12 سنة يصير عمره 18 سنة، يفترض إذا كان عملنا صحيح يكون بطل، أما بطل عربي أو آسيوي أو يمكن أن يكون بطل أولمبي، لأنه تم الاختيار بطريقة
علمية بحتة، وضع برنامج بطارية اختبار للأطفال، اختبرنا حوالي 500 طفل في مختلف الألعاب، تم اختيار منهم 40 طفل فقط لأن البطارية كانت صعبة وذات مستوى عالي بالفتنس وبالحركات وبالبناء البدني. بعدين جونا في المراحل التالية قدرنا نقبل 20 طفل آخر، ومشت المدرسة ب 60 إلى 80 طفل كانوا يمارسون 4 لعبات مهمة، هي ألعاب الساحة والميدان والجمناستيك والتايكواندو والسباحة. للأسف الشديد المشروع استمر فقط إلى 2008، يعني 3 سنوات، من 2005 إلى 2008، وأجهض بسبب خطف اللجنة الأولمبية وانقطاع جميع البرامج اللي كانت اللجنة تلك، هي أول لجنة أولمبية اللي استمرت 2004-2008 وبعدين تغيرت، وطبعا اللجنة الأولمبية التالية غيرت البرامج مالها وألغت مشروع البطل الأولمبي. اللي أحب أقوله في نهاية الكلام أنه ما دام عملنا مشروع مثل مشروع مدرسة البطل الأولمبي واستمرينا به 3 سنوات أو أقل من 4 سنوات، ممكن هذا يدل أنه ونجحنا به، لأنه اللاعبين اللي تخرجوا من عنده هم الآن أصبحوا يشكلون جزء كبير من منتخبات العراق في هذه الألعاب. هذا يعني أنه العراق يستطيع بالعمل العلمي والتخطيط المستقبلي أن يصل إلى مصاف الدول المتقدمة في الرياضة بصورة عامة. الدكتور صالح فرانسيس الطبيب المرافق والمساعد مال سمير وعلاج احد اللاعبين العراقيين. شكرا الى الدكتور صالح اللي بذل جهود كبيره في سبيل معالجه اللاعبين وعدم اصابتهم، لان الفريق نزل الى الملعب وهو فريق متكامل فنيا وصحيا واداريا، وهذا الشيء يفخر به. وبسرعه يطلب الدكتور صالح فرانسيس و مساعدة سمير يدخلون الملعب.